مطعم سمك حلو في القاهرة زمان بتجيبه في اسكندرية. عايز اقول لكم في القاهرة في التجمع الخامس هتلاقوا اكل السمك هيكون مميز، هيكون عنده حاجات حلوة قوي لكل الناس الأكيلة سمك واللي غاوية سمك زي واللي بيعشقوا السي فود الشوربة. كملوا بقى ريفيو وشوفوا الأصناف اللي أنا تنطعت كلها حاجات مميزة. التجمع الخامس بقالهم 4 سنين، مكان قديم، تست الاكل عندهم حلو قوي، الحاجات البحريه عندهم استحاله تلاقي ريحه زفار او اي حاجه، دي اكتر حاجه بتهم اكيله السمك الناس اللي غاويه سمك. شوربه السي فود بتاعتهم بصوا متكامله جدا، فيها كميه جمبري غير عاديه، شوربه الكريمه، الكرفس طبعا مش عايزه اقول لكم يعني الشتاء ده بتدفي. في كومبليمو منهم بينزل كفته، سمك المرجان المقلي خطير، انصحكم تجربوه. عايزه اقول لكم كمان ان القعده حلوه، في رز، في طواجن، في الطواجن اللي بالكريمه اللي انا بحبها قوي، بس احنا النهارده مش عدد يعني فما فتحتش قوي في الموضوع. دي جولتنا النهارده من اكله سمك التجمع الخامس، هستناكم تجربوا وتقولوا لنا الكومنتس بتاعتكم. سبوت مول، جربوا كل الجديد معانا على قناه انتي نت. تستم جمبري عندهم حلو جدا، تحسه جوسي شويه مش ناشف مش بيشد، الجمبري البحري المصري بتاعنا. شوربه الكريمه بتاعتهم مظبوطه بالملي، ولا زايد ملح ولا زايد حاجه، دي اكتر الحاجات المميزه اللي انتوا هتلاقوها هنا كمان في اكل السمك. اكل السمك بقى مش المميز بس كده، بيبقى فيه الملوخيه الرهيبه بتاعتهم، الملوخيه اللي هي المصري بتاعتنا الرهيبه، اللي هي دايما بيبقى فيها جمبري، مش اي ملوخيه بيكون فيها الجمبري. اكل السمك مش مكان وخلاص، شوفوا الطاجن عامل ازاي، حاجه مميزه جدا. اكله السمك اللي بيلفوا معايا، احنا بنلف في القاهره بس، سبوت مول متميز بقالهم 4 سنين، فرع التجمع الخامس، وقريبا ان شاء الله هيكونوا موجودين في الشيخ زايد. طبق السلطات مش عايزه اقول لكم بقى، الكافيار بتاعهم خطير جدا، الطواجن اللي بالكريمه حدوها ممتازه قوي وسو ديليشس. هستناكم تجربوا، هستنى ان انتم تيجوا بنفسكم تشوفوا سبوت مول التجمع الخامس. اكل السمك مش اي اكله، اكله مميزه وجميله. استنى كل الجديد معانا على قناه انتي ناجحه، واوعى تنسوا سي فود الجمبري الطاجن الرهيب او الطبق الجامد جموده، وكل الجديد معانا على قناه انتي ناجحه، وهستناكم تاني وتفضلوا معايا واشوفكم تاني على خير.